بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتكلم عن فضل كلمة عظيمة جدا جدا جدا. هذه الكلمة كلنا نحتاجها، نحتاج فضائلها، نحتاج ما يستفاد منها. إنها قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن الكلمات العظيمة التي وردت النصوص بفضلها وعظم شأنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي مضمونة لأذكار أخرى، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يا الله. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنهن من كنز تحت العرش. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. وقال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة، كانت كنزا من كنوز الجنة، فأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وهذه الكلمة شاملة وعامة، وهي استسلام وتفويض كما تقدم، وتبرؤ من الحول والقوة، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه إلا بالله العلي العظيم. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المؤمن لصاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولهذا يؤمر بها من يخاف العين على شيء،
يا سبحان الله، حتى من يخاف على العين أن تصيب شيئا من ماله أو أهله يكثر من هذا القول. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع ما معها من الأذكار الأخرى بدلا عن القرآن في حق من لا يحسنه، هذا أمر مهم آخر. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي أوفى قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فذهب أو قام أو نحو ذا. قال: هذا لله فما لي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو ارزقني واهدني وعافني. ومنها أنها كفاية للعبد وحرزا له من الشيطان. روى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد كفيت وهديت ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. سبحان الله، وهي كفارة للذنوب. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. يا سبحان الله، يا سبحان الله. ومنها أنها سبب لإجابة الدعاء وقبول العبادة. روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومنها أن من داوم عليها وجد قوة في بدنه. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا، كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوه. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض حصنا يوما فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. يا سبحان الله. ومنها أنها باب من أبواب الجنة. روى الإمام أحمد من حديث قيس بن سعد ابن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين،
قال: فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سبحان الله، يا سبحان الله. لكني أنبه بعض إخوتي من ينطق هذه الكلمة خطأ فيقول لا حول الله، ولكن عليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب ويقولها جزعا لا صبر. أسأل الله أن يوفقنا للنطق بهذه الكلمة التي هي فيها ما فيها من الفضائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.